اسمي فضيل نعيمة من دواريت مجبر سوق الخميس عمالة تنغير وداد 42 سنة متزوجة عندي 4 الوليدات. أنا خلقت في هذا الدوار وكان عندي الحظ مشيت لمراكش وكملت قرايتي ودرت الدكتورة ديالي في مجال تقييم المواد الطبيعية المغربية. من ناحية أخرى شفت أنه المنطقة ديالتنا هي لو تخوازيام بول أو موند اللي تنتج الورد. هذا الورد زعما بجميع القيمه ديالته لا من ناحيه الزيت اللي فيه من ناحيه المهم القيمه ديالته كاينه عندنا هنايا بحالنا بحال تركيا بحال بلغاريا. وفكرنا ذكرت مع العيادات المنطقه وهذه وفكرنا نأسسوا جمعيه في 2005 اسسنا جمعيه نسويه تنميه الاسره بوداد. حنا درنا هاد لي بيبينير اللي اعتبرناها منابت نموذجيه وحضروا معنا ناس مختصين اللي هي واحد الجمعيه لاسوسياسيون دي بروديكتور دي روز اكسيبسيونيل اللي جاوا من كراس هما اللي جاوا. هاد الناس هما منتجين تاع الورود واللي تطوعوا وجاوا وكونوا لنا الناس ديالنا هنايا. كونا تقريبا 15 شابه ومراه في هذا المجال. من بعد هاد البنات ان شاء الله اللي هما تكونوا في هذا المجال خلق المشاتيل والمنابت تاع الورود بواحد الطريقه اللي هي علميه واللي غادي نكونوهم كذلك في مجال تحويل هذا المنتوج ديالهم في مجال التسويق في مجال خلق تعاونيات او شركات خاصه ديالهم. من بعد هادو غادي يحملوا المشعل وغادي ان شاء الله ينتشر هاد زراعه الورد هاد لي بيبينير تنتشر في وداد كلها. هي المشكل الاول اللي لقيت هو واحد لقيت الرجال ما بغاوش نهائيا عيالاتهم ولا خواتاتهم ولا بناتهم يخرجوا لهذا المجال يفرضوا راسهم يدخلوا في هذا مركز التقطير لدرجه انه الناس عندنا في المنطقه ما بقاوش بيغرسوا الورد ولاو كاع تيحيدوه لحقاش في نظرهم ما عندو حتى قيمه ماديه. اهم حاجه تنفتخر بها اليوم هو ان العيالات ديالنا في الدوار وفي الدور المجاوره المهم عرفوا ان الارض هي الوسيله الوحيده باش يحلوا مشاكلهم لا الاجتماعيه ولا الماديه. وتنتمنى كاع اكثر ان شاء الله نديروا هنا في هذه المنطقه واحد مدرسه نتاع صناعه العطور. تنتمنى ان هاد العيالات يستافدوا مازال اكثر ويعرفوا قيمة الأرض أكثر ويخدموها أكثر وتعطيهم تاعية أكثر. وشكرا إيف غوشي.